إذا قلت بداية لماذا نستعمل الضفادع؟ إذا علاش نستعمل الضفادع؟ لأن حيوانات جد مقاومة. إذا مقاومة لماذا؟ لأنها من ذوات الدم البارد. مفهوم؟ تقدر تهرب في أي لحظة. قلت لأنها من ذوات الدم البارد وبالتالي لها أعضاء مقاومة جدا. مفهوم؟ ما يجب أولا فعله هو تخدير الضفدع. لكي نخدر الضفدع نحتاج إلى مادة لا نتوفر عليها. هي مادة الإيثير، واحد الكحول. حينما إذا هذا الكحول يؤثر على المراكز العصبية ويجعلها تتوقف مؤقتا. للأسف لا نتوفر على هذه المادة، لذلك سنعمل فقط على تخريب الدماغ عن طريق إبرة خاصة. غادي نشوفوا شي إبرة. إذا شنو قلت لكم؟ نريد أن نحدد المركز العصبي المسؤول عن الإنعكاسات الغريزية. هل هو الدماغ أم هو نخاع الشوكي؟ ياك. نحاول تخريب الآن الدماغ وسنلاحظ هل تقوم الضفدع بانعكاس غريزي. ياك. إذا غادي ناخذ إبرة خاصة. ماشي هذه، خصنا شي واحدة أخرى تكون شوية طويلة. للأسف معدات غير متوفرة. إذا غادي نقتصر على الإبرة هذه. إذا غادي نقلبوا على المنطقة التفاوية. الضفدع صغيرة بزاف. إذا غادي إشكال في البحث عن المنطقة التفاوية، يعني مؤخرة الجمجمة. إذا هنا غادي نلقاو واحد الحفرة صغيرة خلف الجمجمة. إذا من هناك سندخل إبرة ونوجهها نحو الدماغ. الضفدع اللي جبتو ذاك النهار أفضل كبيرة على هذي. ثم نحرك الإبرة في جميع الاتجاهات لكي نخرب كل أجزاء الدماغ، كل الباحات الحسية وكذلك الحركية المسؤولة عن الحركة. إذا نخرب الدماغ. طبيعة الحال الضفدع لا تحس بأي شيء ببساطة لأن الباحات تم تخريبها والباحات متمركزة قلت في الدماغ. إذا الحساسية الشعورية لا تتم على ذاك اللسان ديالها. الضفدع تصطاد ب تخرب جميع الاجزاء. اذا اظن انه تم تخريب ذلك. اذا الان سنتاكد من ذلك. اذا كيفاش نتاكدوا من هذاك الشيء؟ اذا يكفي اننا نضع ضفدعه عاديه. اذا وضعناها باش تكون محترف التصوير حاول ما ترجف ياك. عارفها ولا لا؟ صافي. الى اي تعطي شي واحد اخر. اذا الضفدع عاديه اذا وضعناها على ظهرها تساعد توازنها. ياك. هذه لا تساعد توازن. اذا فهي ضفدعه شوكيه. تفهمنا؟ الان فهي ضفدعه مخربه الدماغ. الان هل تقوم بانعكاس غريزي؟ اذا هذا ما سنتاكد منه. اذا غادي نثبتوا الضفدعه. عدم وجود إذا الإمكانيات. هكا ثبتوا على هذا حركة. ياك. نأخذ الآن واحد المادة اللي هي تشبه الإيثير. ليس بإيثير ولا تشبهه. غادي تقرب الأب ديالك. يلا غادي تشم الريحة ديالها. حمض. اذا غادي نسميوها حمض الاسيتيك. حمض الاسيتيك واحد النوع ديال الاحماض اللي تسمى حمض الاسيتيك. هذا مركز جدا في الثانوي. غادي تولي تقراوه بتسميه اخرى. غادي تبقى تسميوه حمض الخليك. اذا فهمتوا علاش سميتو بهذا. اذا هذا هو الخل ولكن خل مركز جدا. اذا غادي نحاولوا نخفوا منه لانه مركز بزاف. نقصوا التركيز ديالو وناخذوا كيمياء منه ثم نضيف اليها كميه من الماء لتخفيف التركيز. صافي. نزيد واحد الكميه ديال الماء بعد ذلك.
لدينا حمض أسيتيك مخفف. نأخذ كمية من حمض أسيتيك مخفف. نعم الرائحة ديال الخل هادشي اللي قلنا. الآن هل الضفدع ستستجيب؟ الضفدع مخربة الدماغ، إذا نجيب ربما درناها شفناها شي مرات شفتوني. إذا غادي نلاحظوا إذا استجاب الضفدع يعني أن النخاع الشوكي يتدخل، الدماغ لا يتدخل صافي. إذا لم تستجب غادي نلاحظوا أن فعلا تستجيب رغم تخريب الدماغ. إذا فعلا الدماغ لا يتدخل في النخاع في عفوا في الانعكاس الغريزي. أعيد شفتوا ما التليفون ما قدرتوش تشدوه رانا عاد تهضروا إذا نعاود لكم هنا أتأكد على أن الدماغ لا يتدخل في الانعكاس الغريزي. كاين تجربة أخرى لا نستطيع إنجازها في المختبر ديالنا. علاش؟ لأن خصنا واحد الإبرة خاصة تدخل عبر النخاع الشوكي لتخريب النخاع الشوكي. في حالة ما إذا قمنا بها شنو غادي نلاحظوا؟ أنه حينما نهيج الضفدع بحمض أسيتيك مخفف لا تستجيب الإنعكاس. إذا سنفهم على أن المسؤول عن هذه الإنعكاسات هو النخاع الشوكي. وبالتالي نستطيع أن نغير اسم هذه الإنعكاسات من إنعكاسات غريزية إلى إنعكاسات لا غريزية. نعم الى انعكاسات شوكيه. معناه ان الانعكاسات الغريزيه فيها انواع والانعكاس الشوكي هو نوع من الانعكاسات الغريزيه صافي. اذا المسؤول عن هذا الانعكاس قلت هو النخاع الشوكي. الان ناخذ مجددا ضفدعتنا الشوكيه نسميها ضفدعه شوكيه لان المركز الذي يعمل الان هو النخاع الشوكي. طب الحمراء شوفكم لا تبصر ولا تسمع واذا كل شيء الانشطه الحساسيه الشعوريه الانشطه الحسيه كلها غائبه غير موجوده ببساطه لانه تم تخريب الدماغ. اذا الان نقوم ب هذا هو الاشكال ديال هذا الحيوان اللي انا صغير. اذا نثبت هذه الضفدعه ونحاول تشريح رجل الضفدعه. للتعرف على الجهاز العصبي او على الاقل جزء من الجهاز العصبي. اذا شلون الضوء نشرحه مزيل الجيل. صغيرة بزاف شكون اللي جابها شكون؟ المرة اللي فاتت جبت وحدة كبيرة صغيرة كهاد النوم مكانتش مفقودين. نزيل الجلد على مستوى الرجل. وسنبحث عن العصب السيسائي. العصب السيسائي يوجد بين عضلات الفخذ. ها؟ اللي هو عصب سيسائي. العصب الوراكي عصب سيسائي. نعم اذا غادي ازيح قليلا عضلات الفخذ. اللي يضحك غادي نديرو محل الضفدع. خصنا شي حيوان كبير. وشنو تفنا؟ ها شنو تفنا؟ ها إذا تلاحظوا
من هنا لاحظوا هنا. اذا تلاحظوا هنا الحبل ابيض شفتوه؟ هذا الحبل الابيض شو لا؟ نعم هو العصب الورقي اللي هو عصب سيسائي. اذا لماذا قلنا عصب سيسائي؟ لانه متصل بالنخاع الشوكي. جيد ممتاز صافي. الان سنعمل على تهيج هذا العصب. غادي نهيج هذا العصب ونلاحظ ماذا سيحدث عن طريق تيار كهربائي ضعيف. اذا ما يمكنش نستعملوا الان هذا مولد التيار لانه لان له شده قويه جدا قد يتلف الاعصاب يتلف الخلايا. وبالتالي سنعتمد على نتمنى انها تنجح هذه العمليه. نعتمد على بطارية لانها شده التيار ضعيف. اذا التوتر ديالها 4.5 فولت. الان نحاول تهيج. اذا هذه اللحظه ماذا سيقع؟ ونتمنى ان التجربه ستنجح. لاحظتوها ولا لا؟ نعم. شفتوها؟ نعم. اللي بعد؟ اذا اللي بعد شفتو. حينما وصل للتيار كهربائي ضعيف شدته ضعيفه غادي نلاحظوا ان الضفدع تستجيب بثاني الرجل. لاحظتوها؟ اذا العضلات هذه يسموها عضلات بطن الساق لي مولي. عضلة بطن الساق تستجيب بالتقلص شفتوها؟ وبالتالي فتسمى مستجيب حركي. الآن ماذا ما الذي سنقوم به الآن؟ سنقطع العصب الورقي إلى جزئين. الآن جول التجارب المهمة نجحت. غادي نشوفوا إلا نجحتنا شي تجربة ممتازة، ما نجحتش معليش في ظل هالظروف التجريبية اللي هي ظروف يعني فقيرة جدا، ليست لدينا إمكانيات كبيرة، نعم، ومع ذلك أنجزنا تجارب وجلها كانت جيدة وكانت ناجحة. إذا أقطع العصب الورقي. لأن واحد المفهوم اللي خصكم تركزوا عليه وتعقلوا عليه. الآن عندنا نهايتان. النهاية المرتبطة بالنخاع الشوكي، إذا هذا الجزء مرتبط بالنخاع الشوكي يتسمى نهاية مركزية. علاش سميناها نهاية مركزية؟ لأنها ترتبط بالمركز العصبي اللي هو النخاع الشوكي صافي. واحد النهاية أخرى هذه متصلة بما تبقى من الساق ما تبقى من الرجل. هذا الجزء هذا يسمى جزء محيطي لأنها تتصل بمحيط الجسم دائما. إذا حينما نقطع عصب نحصل إذا على جزئين، جزء مركزي وجزء محيطي. سنهيج الآن الجزء المحيطي وسنرى ما الذي سيحدث. إذا نهيج الجزء المحيطي. هذا هو الجزء المحيطي. غادي نشوف شنو غادي يوقع. شتو تستجيب الضفدع. الان نحاول الان تهيج الجزء المركزي وسنلاحظ هل تستجيب هذه الرجل. لاحظوا لا تستجيب الرجل نهائيا. تفهمنا ولا لا؟ اذا هذا الجزء يوصل سيالة في اتجاه محيطي أم في اتجاه مركزي؟ اتجاه محيطي. اتجاه محيطي. بما يوصل السيالة في اتجاه محيطي؟ أستنتج أن العصب الورقي هو موصل ماذا؟ حركي أم حسي؟ السيالة التي تم نقلها الآن هل هي نابذة؟ أم مركزية؟ نابذة. إذا مش واجد موصل حركي. تفهمنا ولا لا؟ نعم. الآن نقدروا الآن نستعمل الجهاز وسنضيف شدة كبيرة. غير شنو هي؟ خصنا الرالونج. فين هو الرالونج؟ جيد ممتاز. كيما بغيت ندير شي حاجة أنتم تلقاو الحل بسرعة. كيكون الإكزام شي حاجة بسرعة تجدون الحل. دائما نختاروا شده ضعيفه توتر ضعيف. نعم. نختاروا 6 فولت و 6 فولت راه بزاف. تيار مستمر. نعم تيار مستمر 5.9 فولت يعني 6 فولت.
غادي نتصلوا اولا على الكترود واحد وغادي نشوف ندير واحد الكترود ونشوفوا ردة الفعل. لما كاين والو الكترود اخر نشوف ردة الفعل الان ما كاين والو. الان غادي نستعملوا الكترودين معا ونشوفوا ردة الفعل. الان وهي الجانب المركزي من العصب شتوها؟ نعم نعاودوا مرة أخرى نشوفوا. إذن هذا هو العصب الورقي اللي هو عصب سيسائي لأنه يتصل بالنخاع الشوكي. نحاول الآن تهيجه بإلكترودين ولكن بشدة نوعا ما عالية. لاحظتوا؟ نعم تستجيب الضفدع. فإذا العصب الورقي ينقل سيالة نابذة كما شفنا قبيلات ولكن لاحظوا انه ينقل كذلك سيالة مركزية حسية. اذا فهو نقول موصل حسي حركي فهو اذا عصب مختلط. صافي الان تقريبا اغلب التجارب انجزناها وتمت بنجاح. الان سنعيد هذه التجارب في الجهاز ديالنا. اذا غترجعوا الاماكن ديالكم.